بسم الله الرحمن الرحيم. معكم مهندس محمد يوسف في محاضرة جديدة من محاضرات المايكرو كنترولر. هنكمل فيها المايكرو سي. أول حاجة هنتكلم عنها اللي هي Compound Assignment Operators. لو أنا عندي متغيرين، متغير اسمه جي متغير تاني اسمه كي، وجي ده بيحتوي على قيمة والكي بيحتوي على قيمة، وجيت قلت له إن جي بيساوي جي زائد كي، يعني انا عاوز احط في المتغير اللي اسمه جي قيمة كل من جي زائد قيمة الكي. ممكن بدل ما اكتب الجملة الطويلة ديت اكتبها بشكل مختصر، بقول له جي بلس يساوي كي. الجملة التانية احنا شايفينها دي بتساوي تماما الجملة الاولانية. طيب كل اللي عملته هنا اللي انا اختصرت طريقة الكتابة. ممكن استخدم معاملات تانية بدل البلس، ممكن استخدم علامة الضرب. انا بقول له هنا المتغير اللي اسمه بي بيساوي قيمة المتغير اللي اسمه بي في قيمة المتغير اللي اسمه ام. ممكن برضو اكتبها بطريقة مختصرة، بيبقى بي علامة الضرب يساوي M. يبقى الجملة التانية دي هي نفس الجملة اللي فوقيها. ممكن استخدم الطريقة ديت مع المعاملات بتاعة الجمع اللي هي الزائد والناقص والضرب والقسمة وعلامة الريميندر او الباقي، وبرضو استخدمها مع البيتوايز اوبريتور اللي هي الاند والاور والاكس اور. ممكن استخدمها مع الإزاحة ناحية اليمين الرايت شيفت والليفت شيفت اللي احنا شرحناهم في المحاضرة اللي فاتت. بعد كده هنتكلم على الكونديشنال اوبريتورز. بيقول لي لو انا عندي فيه تلات متغيرات، وليكن على سبيل المثال المتغير الاولاني اسمه ماكس، المتغير التاني اسمه اكس، والمتغير التالت اسمه واي. بيقول لي المتغير ماكس ده احط فيه قيمة احد المتغيرين دول، يا قيمة الاكس يا قيمة الواي. بناء على ايه؟ بناء على في عندي هنا شرط، اذا الشرط تحقق بحط قيمة الاكس داخل المتغير ماكس. لو الكونديشن ده او الشرط ده ما اتحققش يبقى الناتج بتاعه فولس او زيرو، يبقى ناخد قيمة المتغير التاني اللي هو الواي احطه داخل المتغير اللي اسمه ماكس. ده بيتكتب بقى ازاي؟ بقول له المتغير اللي هيتم في التخزين اللي هو هنا ماكس يساوي، واكتب هنا الكونديشن بتاعي او الشرط بتاعي اللي هو الناتج بتاعه يكون يا اما ترو يعني واحد او فولس يعني زيرو. بعد كده بكتب علامة استفهام. بعد كده بكتب قيمة المتغير او القيمة اللي انا عاوزها تتخزن في المتغير ماكس في حالة ان الكونديشن ده بيساوي ترو او واحد. بعد كده نقطتين فوق بعض واقول له المتغير او القيمة اللي انا عاوزها تتخزن في المتغير اللي اسمه ماكس في حالة ان الكونديشن او الشرط بيساوي فولس او زيرو. وبقول له هنا بقول له ماكس بيساوي اكس اكبر من الواي. لو الاكس كانت بالفعل اكبر من الواي يبقى الناتج هنا ترو او واحد. في الحالة دي هياخد اول متغير ياخد قيمته ويخزنه في ماكس. طب لو الاكس مش اكبر من الواي يبقى في الحاله دي الناتج بتاع الكونديشن هيساوي زيرو او فولس، يبقى في اللي يروح ياخد القيمه المتخزنه في المتغير اللي اسمه واي ويحطها في المتغير اللي اسمه ماكس. احيانا ممكن يكون عندي كود بستخدمه باستمرار لما باجي اكتب المشاريع بتاعتي، فبدل ما اجي في كل مره في كل مشروع اقعد اكتبه من اول وجديد احطه في ملف منفصل واديله اسم واسيفه، واما اجي افتح مشروع جديد بروح اضمن الكود اللي في الملف ده داخل ملف المشروع بتاعي. ده بيتم عن طريق الامر اللي احنا شايفينه قدامنا دوت اللي هو انكلود. بكتب هاش دي شيفت مع رقم 3 موجود على لوحة المفاتيح،
بعد كده بقول له انكلود علامة تنصيص مزدوجة اسم الملف بالامتداد بتاعه واقفل علامة التنصيص وما بحطش سيمي كولون. في الحالة دي ايه اللي يحصل؟ بيروح المايكرو سي اي دي اي يدور على الملف ويجيبه ويحطه عندي في الكود اللي انا بكتبه زي ما هو. طيب برنامج المايكرو سي او الاي دي اي هيروح يدور فين بقى على الملف؟ انا بكتب هنا الملف بالامتداد بتاعه، اول مكان هيروح يدور عليه هو الفولدر اللي متخزن فيه المشروع بتاعي اللي انا بكتبه حاليا. طيب اتلاقاه انتهى الموضوع. طب لو ما تلاقوش في المكان ده ينزل يروح على مكان التسطيب في الويندوز بيدور اللي انا مسطب فيه المايكرو سي، بيدور على فولدر اسمه انكلود. جوه الفولدر ده يبدأ يبحث عن الملف اللي انا كاتبه بالامتداد بتاعه. طيب اخر مكان ممكن يدور فيه المايكرو سي اي دي اي يدور فيه مسار انا ممكن اعرفه من جوه البرنامج بتاع المايكرو سي بحيث ان هو يعمل سيرش عليه في حالة ما تلاقوش في المكانين دول. طيب في الغالب احنا هنحط لو استخدمنا الامر ده هنحط الفايل مع ملف المشروع. ممكن اكتبه بطريقة تانية ان انا بقول له هاش انكلود وعلامة التنصيص المزدوجة واكتب المسار بالكامل، يعني بدل ما اخليه هو اللي يروح يدور لا ده انا بحدد له المسار بالكامل. في الحالة هيروح للمسار ويجيب الملف ويحط عندي فيه المشروع. الحاجة اللي بعد كده اللي هي الجمل الشرطية أو جمل التفرع. أول حاجة هناخدها وأول جملة جملة الإف. دي أول صورة من صور كتابة الإف. بقول له إف بين قوسين الكونديشن أو الشرط وافتح قوس مجعد واحط مجموعة الجمل اللي انا عاوزها تتنفذ في حالة ان الكونديشن او الشرط ده الناتج بتاعه بيساوي ترو او واحد. طيب لو كان الناتج بتاع الكونديشن ده فولس او زيرو يبقى مجموعة الجمل دي ما تتنفذ ويبدأ تنفيذ البرنامج من بعد جملة الاف. طيب لو خدنا مثال بقول له اف اكس اكبر من الخمسة نفذ لي مجموعة الجمل اللي هنا بين القوسين دول، يبقى الستيتمنتس ديت تتنفذ في حالة ان الاكس اكبر من الخمسة. لو الاكس ليست اكبر من الخمسة يعني الناتج بتاع الكونديشن ده يساوي فولس ما يتحققش، يبقى الجمل دي مش هتتنفذ. دي اول صورة من كتابة جملة اف. الصورة التانية انا بقول له اف الكونديشن ده اتحقق نفذ لي مجموعة الأوامر الأولانية ديت، else يعني في حالة عدم تحقق الكونديشن نفذ لي مجموعة الأوامر التانية. بقول له هنا if x أكبر من الخمسة، لو الاكس أكبر من خمسة نفذ لي الجمل الأولانية. طب لو x مش أكبر من خمسة يبقى مش هينفذ الجمل الأولانية ديت ولا هيبص لها، ينزل ينفذ مجموعة الجمل التانية. الصورة الأخيرة بقول له if x أكبر من الخمسة نفذ لي الجمل مجموعة الجمل دي، else if أو لو كانت الإكس أكبر من التلاتة نفذ لي مجموعة الجمل دي. طيب لو ما كانتش أكبر من الخمسة ولا أكبر من التلاتة يبقى يقول له else نفذ لي مجموعة الجمل اللي بعد else. خلي بالي إن اللي هيتنفذ مجموعة جمل واحدة، يعني ما ينفعش يتنفذ أكتر من مجموعة جمل. في حالة ان الاكس اكبر من الخمسة هينفذ مجموعة الجمل الاولانية ويطلع بره جملة اف نهائي ويبدأ يكمل تنفيذ البرنامج من بعدها. طب مش اكبر من خمسة هينزل يشوف الشرط اللي بعده ويقول له لو الاكس اكبر من تلاتة، لو الاكس اكبر من تلاتة هينفذ مجموعة الجمل دي ويطلع بره جملة الاف، مش هيشوف الكلام اللي بعد الس. طب لا هي اكبر من خمسة ولا اكبر من تلاتة على طول ينزل ينفذ مجموعة الجمل بتاعت الالس.
تاني جملة من جمل التفرع أو الجمل الشرطية هنتكلم عنها اسمها switch. بقول له switch بعد كده بين قوسين بحط هنا تعبير، التعبير ده هيديني قيمة محددة، وافتح قوس مجعد وابدأ اكتب كلمة كيس. جنب كلمة الكيس دي بحط احد الاحتمالات اللي ممكن يكون الاكسبريشن ده او التعبير اللي انا كاتبه هنا ده يكون ده الناتج بتاعه. بعد كده بعمل نقطتين فوق بعض واقول له مجموعة الجمل اللي انا عاوزها تتنفذ في حالة ان الناتج ده اللي هو الكونستانت اكسبريشن كان هو ناتج التعبير اللي هو الاكسبريشن. بعد ما اكتب مجموعة الجمل دي اروح عامل اكتب كلمة بريك. طيب لو كان الناتج اللي انا كاتبه هنا جنب كلمة كيس الاولانية مش هو الناتج من العملية اللي هي جنب سويتش، المكتوبة جنب سويتش، هيبدأ ينزل ما ينفس ما يبصش على المنطقة دي خالص ويبدأ يبص على الكيس التاني في الحالة التانية. بحط هنا برضو الناتج المحتمل لتنفيذ العملية اللي هي اكسبريشن اللي هي عندي هنا جنب سويتش. لو كان الناتج ده هو بالظبط الناتج اللي خارج من الاكسبريشن ده هيبدأ ينفذ لي الستيتمنت التانية، بعد ما ينفذها يصل الامر بريك ويقوم طالع بره جملة السويتش. طيب لو ما كانش يبدأ ينزل على الكيس التالتة والكيس الرابعة وهكذا، يبدأ ينزل لغاية ما يلاقي ان الكونستانت اكسبريشن الناتج دوت اللي كاتبه هنا جنب الكيس بيساوي ناتج العملية اللي كاتبها جنب السويتش. طيب لو بمجرد ان هو يلاقي النواتج دي متساوية يبدأ ينفذ العملية يلاقي كلمة بريك يطلع بره خالص. طيب لو ما كانش في ناتج من اللي انا كاتبهم بيساوي الناتج من عملية الاكسبريشن يدور على كلمة الديفولت. الديفولت ديت معناها ان في حالة عدم وجود نتيجة متطابقة مع الناتج اللي خارج من الاكسبريشن نفذ لي الجمل اللي عندي هنا واخرج بره جملة السويتش. الديفولت هنا او البلوك او الجزء دوت ده جزء اختياري ممكن ما اكتبوش، يبقى اللي باللون الاحمر قدامي ده اساسي لازم يتكتب في الجملة سويتش. عشان نفهم اكتر هنشوف مثال. انا عندي هنا في متغير، المتغير دوت اللي هو سنت بيحتوي على قيمة، ممكن المتغير ده يكون ناتج القيمة اللي فيه ناتج من عملية جمع او طرح او اي عملية عندي. المهم ان انا عندي هنا متغير يحتوي على قيمة فانا بقول له switch سنت. طيب يا ترى بقى القيمة ديت اللي جوه السنت احتمالاتها ايه؟ فانا بقول له كيس واحد نقطتين فوق بعض، فمن المحتمل ان القيمة اللي جوه السنت يكون قيمتها واحد. طيب لو كانت القيمة بتساوي واحد اعمل لي الجمل التالية، ايه الجمل التالية؟ بقول له خلي لي الايه بتساوي واحد، بعد كده اقول له بريك. لو كانت القيمة فعلا بتساوي واحد يبقى هيخلي لي الايه بتساوي واحد وهيشوف بريك ويروح خارج بره جملة السويتش وينفذ بقية البرنامج. طب نفترض ان القيمة سنت مفيش فيها واحد، ينزل على الكيس اللي بعدها هيلاقي الكيس بتقول له ايه 10. طيب لو كانت القيمة المخزنة جوه سنت بتساوي 10 هروح منفذ الجملة اللي بعديها اللي هي البي بتساوي واحد، بعد كده يلاقي كلمة بريك يروح خارج بره السويتش. طيب لو ما كانتش القيمة اللي داخل السنت لا بتساوي واحد ولا بتساوي 10 ينزل على اللي بعدها. طيب لو كانت بتساوي 100 هينفذ الجملة دي ويطلع. طب لو ما بتساويش لا بتساوي لا الواحد ولا العشرة ولا 100 ولا أي قيمة مكتوبة عندي، في الحالة دي بيروح يدور على كلمة ديفولت تلاقاها يروح منفذ اللي بعدها. خلي لي دي بتساوي واحد، بعد كده يطلع بره جملة السويتش. بعد كده هنتكلم عن الجمل التكرارية اللي بتكرر لي مجموعة من الأوامر بعدد محدد. أشهر جملة عندي طبعا في لغة البرمجة اللي هي جملة فور. فبتكتب ازاي؟ بقول له فور وافتح قوس واقول له متغير
احط له قيمة مبدئية، بعد كده فاصلة منقوطة، واحط بعدها شرط بيختبر قيمة المتغير ده وصل لقيمة معينة ولا لا، بعد كده فاصلة منقوطة، واحط هنا تعبير بيعمل لي على زيادة قيمة المتغير، بعد كده افتح قوس مجعد واكتب مجموعة الجمل اللي انا عاوزها تتكرر، بعد كده بقفل القوس المجعد. لو شفنا مثال بقول له هنا 4 وبكتب المتغير بتاعي، طبعا انا بكون في الاول معرفه، معرف التايب بتاعه، فبقول له 4i بيساوي 0، يعني المتغير بتاعي اللي هو الاي هيبدأ العد من اول الرقم 0. بعد كده بعد الفاصلة المنقوطة بحط هنا تعبير او شرط بيختبر لي القيمة اللي وصل لها المتغير اللي هو اي، بقول له اي اقل من 10. طيب لو الاي اقل من 10 الجمل دي هتتنفذ، لو الاي ساوى 10 يبقى خلاص الحلقة التكرارية ديت هتوقف تنفيذها. بعد كده بقول له سيمي كولون وابدأ ازود المتغير، اقول له اي بلس بلس، انا كده بعمل ايه، ده الاوتو انكريمنت، بزود على الاي 1، يعني في اول مرة بيقول له اي بيساوي 0، يجي يشوف الشرط يقول له الاي اقل من 10، اه الاي اقل من 10، فيروح من ايه منفذ مجموعة الجمل اللي عندي ويرجع تاني يخش على بداية الحلقة، هكون مزود من المرة اللي فاتت الاي بواحد، بقت الاي عندي بتساوي 1، خلاص بقى هنسيبنا من الاي بيساوي 0، دي باخدها في اول مرة بس، بقت الاي عندي بتساوي 1، الاي اقل من 10، اه الاي اقل من 10، يبدأ ينفذ مجموعة الجمل دي مرة تانية ويخش على اول اللوب، مش هيبص على الاي بيساوي 0، الاي زادت من المرة اللي فاتت كانت ب2، هقول له الاي اقل من 10، الاتنين اقل من 10 هيبقى الاتنين اقل من 10، هينفذ مجموعة الجمل دي، يفضل الوضع كده لغاية لما تصل الحلقات عندي للاي بتساوي 9، بعد ما الاي بتساوي 9 وينفذ مجموعة الجمل يبقى هنا الاي هيزود عليها 1 يبقى لها 10، اي اللي هي 10 اقل من 10 لا يبقى ما عادش ينفذ مجموعة الجمل اللي عندي. الجملة التانية من الجمل التكرارية اللي ممكن نستخدمها جملة وايل، بقول له وايل واحط عندي بين قوسين الكونديشن او الشرط اللي هيضمن لي استمرار التكرار، وافتح قوس مجعد واحط مجموعة الاوامر اللي انا عاوز انفذها، بعد كده اقفل القوس المجعد. هنشوف مثال، انا بقول له هنا وايل كي اقل من 10، طب الكي دي انا بقول له انها اقل من 10، طب فين اصلا القيمه الابتدائيه بتاعتها، يبقى انا قبل ما اخش اكتب جمله وايل لازم المتغير اللي انا بستخدمه اعرف له قيمه عشان اقدر اعمل عمليه اختبار عليه، فبقول له هنا الكي بيساوي 0، طيب فانا بقول له وايل الكي اقل من 10 طول ما ان قيمه القيمه المخزنه داخل المتغير كي اقل من 10 نفذ لي مجموعه الاوامر دي. طيب اول مره كي بيساوي 0، الزيرو اقل من 10 يبدأ ينفذ مجموعة الاوامر. طيب لو انا مش كاتب كي بلس بلس، يعني ما زودتش على الكي 1، ايه اللي هيحصل، هيرجع يبدأ يخش على جملة الوايل مرة تانية، الكي 0 هتفضل طول عمرها 0 ويفضل البرنامج يتنفذ باستمرار، يبقى انا لازم اكتب هنا جملة تانية او تعبير تاني يزود لي قيمة المتغير كي كل مرة بيتم فيها تنفيذ الحلقة التكرارية، عشان كده بقول له بعد ما تنفذ مجموعة الأوامر زود لي على الكي 1، فتاني مرة يروح يشوف يلاقي الكي قيمتها 1 أقل من 10 ينفذ، بعد كده زود على الكي 1 تبقى الكي ب2، يروح يقارن الكي الاتنين أقل من 10 أه يبدأ ينفذ، وهكذا لغاية ما أصل إن الكي تبدأ قيمتها تساوي 10، أقول له 10 أقل من 10 لأ يبقى ما عادش
ينفس. يعني في حالة عدم وجود هنا زيادة في المتغير، يعني انا كاتب الجمل وشلت الزيادة اللي هي كي بلس بلس، مش بزوده، يبقى انا كده ايه دخلت في حلقة لا نهائية، تفضل تستمر الحلقة ديت ما لا نهاية. طبعا كده البرنامج يبقى فيه بج او ايرور، الا اذا كنت انا قاصد اعمل كده. طيب لو انا كتبت جملة الوايل بالصورة دي، تو وايل وبين قوسين كتبت واحد ومجموعة الأوامر وقفلت القوس المجعد، ايه اللي يحصل؟ دي معناها كده ان الناتج بتاع الكونديشن اللي هنا بيساوي ترو. اي كونديشن بقى كان ممكن يتكتب يبقى الناتج هنا بيساوي ترو، يبقى الشرط هنا هيفضل متحقق باستمرار، قيمته ما بتتغيرش، وبالتالي كل مرة هيبدأ ينفذ لي مجموعة الأوامر، نفذ مجموعة الأوامر، يطلع على بداية الحلقة تاني هيلاقي الشرط متحقق، هيروح منفذ مجموعة الأوامر، يخلصها ويطلع على بداية الشرط تاني يلاقيه متحقق، يبقى أنا كده عملت حلقة مستمرة لا نهائية. طيب أنا ممكن أستخدمها عندي في كتابة الكود، عاوز مثلا أعمل ليد على سبيل المثال يفضل ينور ويطفي باستمرار طول ما الكهرباء واصلة أو الجهد واصل للبك، يبقى انا عاوز اعمل الكلام ده في حلقه مستمره، يبقى ممكن استخدم الاسلوب ده، اقول له وايل بين قوسين احط واحد يعني ترو واكتب مجموعه الجمل اللي انا عايزها تتنفذ على البيك. الجمله اللي بعد كده اسمها دو، وهي فيها شبه كبير من جمله وايل اللي خدناها في السلايد اللي فات، بقول له دو وافتح قوس مجعد واكتب مجموعه الجمل اللي انا عايز انفذها، بعد كده بقفل القوس المجعد واقول له while بين قوسين condition. طيب نيجي نبص كده على مثال، احنا عايزين الجملة دي تتكرر او مجموعة الجمل دي تتكرر 10 مرات، فزي ما اتفقنا لازم نكتب الاول قيمة المتغير، او ابدأ احط قيمة في المتغير اللي هعمل عليه الكونديشن او الشرط، فاقول له كي بيساوي زيرو واكتب الامر او جملة دو وافتح قوس المجعد واكتب مجموعة الاوامر اللي عاوزة تنفذ، وطبعا لازم ازود المتغير بتاعي اللي هو يعتبر العداد عندي، كل مرة يتم تنفيذ الجمل ازود بواحد. بعد كده بقول له وايل طالما ان الكي اقل من 10، يبدأ يعيد التكرار تاني، يبقى الكي كانت أول مرة بزيرو، بعد كده هيتنفذ تبقى بواحد، يجي يشوف الشرط يلاقي الواحد أقل من 10 يبدأ ينفذ الجمل تاني، وبعد كده يزود الكي واحد تبقى 2 وهكذا، طول ما الشرط ده اللي هنا متحقق يبقى الجمل عندي هتتنفذ، أول ما الشرط ده متحققش يعني الكي توصل للرقم 10 ينتهي تنفيذ الحلقة التكرارية ويبدأ تنفيذ الكود من بعدها. طيب هو هنا في حاجة، قبل ما بيتم اختبار الشرط دوت في اول مره الجمله دي بتتنفذ على الاقل مره واحده، بمعنى ايه؟ انا بقول له هنا دو وافتح القوس نفذ لي مجموعه الجمل، بعد ما تتنفذ مجموعه الجمل زود الكي بواحد وابدا افحص لي الشرط، يعني كده كده لازم الجمل دي على الاقل هتتنفذ مره واحده، بعكس جملة وايل اللي احنا خدناها قبل كده كان الاول يفحص الشرط وبدأ ينفذ الجمل. النوع اللي بعد كده من الجمل اسمه جمل القفز، وده بروح بيه لأي مكان في البرنامج، بستخدم الأمر جوتو في تنفيذ جملة قفز. طيب بقول له ايه بقى؟ بقول له جوتو ليبل ايدنتيفاير، الليبل ده ايدنتيفاير دوت عبارة عن عنوان موجود داخل الكود بتاعي بحول عليه تنفيذ البرنامج. لو هنشوفنا مثال كده، انا بقول له هنا ايه؟ بقول له كي بتساوي زيرو، ده العداد بتاعي متغير وبدايته بتساوي زيرو، بكتب عنوان، العنوان ده عبارة عن اسم بينطبق عليه الشروط بتاع تسمية المتغيرات اللي خدناها قبل كده، بعد كده نقطتين فوق بعض،
بقول له مجموعة جمل يتم تنفيذها وأقول له زود لي الكي بواحد. بعد كده بقول له if كي أقل من العشرة go to loop. فين اللوب ديت؟ أدا اللوب أهي. يبقى لو يجي يشوف الشرط هنا، شرط الكي أقل من العشرة، والكي أقل من العشرة هي أول مرة تبقى أقل من العشرة، هيروح رايح للوب ينفذ مجموعة الجمل ويزود الكي بواحد وينزل على السطر اللي بعده يختبر الشرط. لو الكي أقل من عشرة أقول له جو تو لوب. طيب لو الكي مش أقل من العشرة يبقى الجملة اللي بعد الكونديشن مش هيتنفذ، ويبدأ ينفذ من بعد جملة اف. احنا هنا ما حطناش قوس مجعد وكتبنا جو تو لوب بعد كده قفلنا القوس المجعد، لان لو بكون بستخدم جمله واحده بس ممكن اكتبها من غير الاقواس المجعد. لو هكتب اكتر من جمله يبقى لازم افتح قوس مجعد اكتب الجمل بعد كده اقفله. يبقى جمله او امر جو تو بيوجه لي تنفيذ البرنامج لمكان معين في الكود. طيب بكتب جوت وبعديها اسم المكان، اسم المكان دوت او الليبل ده بيبقى عدية سطر جديد اكتبه واحط بعدين نقطتين فوق بعض. اخر حاجة نتكلم عنها الامر بريك والامر كونتينيو. طيب نبص كده على المثال اللي قدامنا، احنا عايزين نعمل كود يجمع لي الارقام من الواحد للعشرة. فببدأ أعرف متغير بسميه صم بيساوي زيرو. صم دوت هيتحط فيه قيمة الجمع بتاع الأعداد من واحد لعشرة، وأعمل متغير تاني العداد يزود العد في الحلقة التكرارية اي بيساوي واحد. بعد كده بقول له فور اي بيبدأ من واحد والجملة تستمر طالما ان الاي اقل من او بتساوي العشرة، وكل مرة يزود لي بيتم تنفيذ مجموعة الاوامر ديت يتم زيادة الاي بواحد. احنا هننسى السطر بتاع الاف ده دلوقتي كأنه مش موجود. نيجي نبص على السطر اللي بعده اللي هو الصم، بقول له الصم بيساوي الصم زائد الاي. طب الصم قيمتها بكام؟ قيمتها بزيرو والاي قيمته بواحد، يبقى زيرو زائد الواحد بواحد هيتخزن في الصم. بعد كده يطلع عشان يكرر تنفيذ الحلقة تاني. المرة دي الاي بدل ما تبقى بواحد هتبقى باتنين، ينزل يشوف الصم هتساوي صم زائد الاي. الصم فيها كام؟ صم فيها واحد من المرة اللي فاتت زائد الاي باتنين، يبقى اتنين واحد تلاتة. بعد كده يطلع ينفذ مرة كمان، يقعد ينفذ وهكذا، تفضل الحلقة دي مستمرة لغاية ما الاي بتساوي العشرة. يبقى انا في الحالة دي جمعت الارقام من واحد لعشرة وخزنتهم فين؟ في الصم. طيب ده في حالة عدم وجود السطر اللي قدامي ده اللي هو بيبتدي بكلمة اف. طب اف دي بقى بتعمل ايه؟ بقول له اف الاي بيساوي يساوي الخمسة كونتينيو. انا هنا بقى عاوز اعمل سكيب او ما اخدش معايا في الحسبان العدة بتاعة الرقم خمسة بتاعة الاي. يعني الحلقة لما تيجي تتنفذ في المرة اللي الاي بتساوي فيها خمسة بقول له ما تكملش بقية تنفيذ بقية الجمل، لا اطلع فوت دي واطلع عد من تاني. يعني هو هنا هيفترض ان الاي بتساوي اربعة، هيجي اقول له اف اي بتساوي تساوي خمسة، لا دي هي بتساوي اربعة. طيب انزل هقول له الصم بيساوي الصم زائد الاي، الاي اللي هي باربعة، ويطلع ينفذ. طيب الاي هنا زادت بواحد، بقت اف اي بتساوي تساوي خمسة بتساوي خمسة. يبقى في الحالة دي هيعمل ايه؟ مش هيكمل بقية الجمل ويطلع ينفذ يكمل بقية تنفيذ الحلقة التكرارية. في الحالة دي الاي هتساوي كام؟ هتساوي ستة. يبقى انا كده عملت تخطي لمجموعة الجمل اللي بعد كلمة continue في حالة تحقق الشرط. طيب نشوف الأمر التاني اللي هو break. لو جينا بصينا على المثال التحتاني دوت هو نفس المثال اللي فوق،
لو احنا شلنا السطر اللي هو فيه جملة اف، هيبقى البرنامج او الكود بيعمل لي ان هو بيجمع الاعداد من الواحد للعشر. طيب لما احط بقى انا السطر ده ايه اللي يحصل؟ بقول له اف ان الاي اكبر من الخمسة، يبقى هو دلوقتي بيكرر الحلقة التكرارية، اول ما الاي يبقى قيمتها تعدي الخمسة بستة بقول له بريك. بريك ده يعمل ايه؟ بريك ده يخرجني خالص بره اللوب، ما عادش يكملها. يبقى هيعد الاي من الواحد الاثنين ثلاثة الاربعة والخمسة، بعد الخمسة بقول له اف اي اكبر من الخمسة، تلاقيها اكبر من الخمسة ستة، خلاص يوقف تنفيذ الحلقة ويطلع خالص براها وينفذ البرنامج من بعد اللوب. كلمة continue وبريك تشتغل مع جملة فور مع جملة وايل مع جملة دو بنفس الطريقة. شكرا جزيلا.